يلا بلشوا، انتوا ما اكلتوا شي. يلا عمر. ماني قدران يا اخي. خالتي ساوت لنا شاربه، بسخن لكم اياها. ما بدي. انا رح اترك المدرسه. شو معنى هالحكي؟ ليش رح تتركها؟ لازم اشتغل كمان، كيف رح تتحمل مصاريفنا؟ مفكر اني ما بقدر؟ وماني قد المسؤولية؟ لا مو هيك اخي، يعني بلا ما تحمل هالحمل لحالك. ومين قال لك انه هالحمل كبير؟ بعدين شو كنت واعد بابا؟ مو وعدته تصير دكتور؟ لازم توفي بوعدك. وانتي رح تخلصي مدرستك، وبعدين رح تكملي دراستك بأحسن جامعة. من هاي اللحظة أنا أبوكم وأمكم. كلامي واضح؟ أي أخي. أمل كلي حبيبتي. أختي أمي كانت عاملة محلاية، ضل منا؟ يلا رح شوف لك. بقيان صحن واحد. طيبة كتير. ايه مزبوط، طيبة كتير. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.